حالة التوتر مستمرة وقائمة في مكان العملية ومحيطها، والطريق الواصل ما بين مدينة رام الله ونابلس جيش الاحتلال ما زال يستخدم تعزيزات ينتشر في المكان، بالرغم من إعلانه عن تصفية منفذي هذه العملية، وهم مهند شحادة وأيضا خالد صباح من بلدة عريف جنوب مدينة نابلس. حركة حماس نعت الشهيدين وأصدرت بيان تبنت فيه العملية بشكل رسمي في بيان لها، وقالت بأن هذه العملية تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. على كل حال، ربما الأنظار تتجه الآن إلى اعتداءات المستوطنين. أحمد، هناك كثافة في هجمات المستوطنين في هذه الأثناء على الطرق المختلفة، تتركز جنوب مدينة نابلس في حوارة وفي اللبن الشرقي وأكثر من بلدة فلسطينية، حتى بالقرب من مدينة رام الله كان هناك تجمعات ودعوات لجمعيات استيطانية الهجوم على الممتلكات الفلسطينية. الهلال الأحمر الفلسطيني تعرض للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين. أيضا الطواقم الصحفية، كان هناك إصابة لزميل صحفي مصور اعتدى عليه المستوطنون بالحجارة. حالة من التوتر القائمة والمستمرة، هذا بالإضافة إلى إعلان جيش الاحتلال عن الدفع بمزيد من التعزيزات والكتائب شمال الضفة الغربية. ردود الفعل تتوالى من الفصائل الفلسطينية، مرحبة، تعتبر بأن ما جرى من هذه العملية ردا على جرائم الاحتلال التي حدثت يوم أمس في مخيم جنين، وأيضا على كامل الانتهاكات الإسرائيلية في عموم الأراضي المحتلة. على كل حال، العملية رسميا ربما انتهت، التحقيقات الإسرائيلية بالتأكيد مستمرة حول ملابسات هذه العملية. نتحدث عن عملية نوعية إن صح التعبير، خصوصا من نوع السلاح المستخدم، أعداد الضحايا أو أعداد القتلى الإسرائيليين في الهجوم الإسرائيلي وأيضا الانسحاب. ودعنا نشير أيضا إلى أن الشهيد خالد صباح الآن نقل إلى مشفى مدينة نابلس، مشفى رفيديا، سيتم نقله إلى بلدته ومسقط رأسه في بلدة عريف، حيث سيوارى الثرى، فيما احتجز جثمان مهند شحادة الذي قتل خلال اشتباك مع أحد المستوطنين أثناء تنفيذه العملية في محطة الوقود شرق مدينة